فقرتنا التالية ليا بتهم جميع السيدات والصبايا، يمكن مين منا ما بيتمنى يحصل على الجسم المثالي ما في زيادة وزن. كثير من الأنظمة الغذائية بنسمع عنها، كثير من الأنظمة الغذائية يمكن بيتفق عليها أشخاص وما بتطبق على أشخاص آخرين. بالآونة الأخيرة عم نسمع عن الصيام المتقطع بالإضافة لنظام الكيتو دايت، قديش في فاعلية وقديش فعليا هذا النظام صحي، رح نحكي عنه أكثر مع الدكتورة أخصائية التغذية سواب الغبرة ضيفتنا الدائمة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحكم يا أهلا وسهلا دكتورتنا الجميلة، أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحي. ما حدا بعدكم جميل حبيبتي. دكتورة، يعني دائما بنسمع كيتو كيتو كيتو، صيام متقطع صيام متقطع، اكيد في فرق بين الكيتو والصيام المتقطع، الناس بتخلطوا مع بعضها. خلينا بالبداية نحكي الصيام المتقطع لمين فيه يعني يخضع لهذا الرجيم، شو يعني صيام متقطع، اصحاب الامراض المزمنة فيهم يفوتوا بالصيام المتقطع ولا لا؟ هلا مثلا زمان تاركين شهر رمضان الكريم، صحيح. يعني فبالعكس يعني انا هلا بشجع عليه رغم انه هلا ساعات الصيف طويله جدا. الفكره الاساسيه بالصيام المتقطع هلا كيف هلا اليوم حكيتوا عن كثير اختراع جديد للكانسر سيلز وكثير انبسطنا فيه. أكيد. الفكره انك تجوعي الخلايا هي بشيء كثير رائع جدا لتلقي نفاياتها من الجسم. فالفكره انك وقت بتجوعي الخليه بتخلي تدور على شيء اسمه مثل ما بيقولوا كراكيب او الشغلات اللي ما صلى مستخدمتها صلى فترات، والشغلات اللي ما صلى مستخدمتها صلى فترات هي عندك يا دائما بتكمن بمخزونات الدهنيه اللي هي مراكز الطاقه بالجسم، تماما. فوقت بيصير الخليه الدهنيه ما بيجيها شيء من برا، بتدور على الشيء اللي جوا. فهون هي اجى بقى مبدا اللي هو الصيام المتقطع. هلا بالبدايه مثل ما قلتي كان هذا محرم، هذا الصيام المتقطع على الامراض المزمنه مثل مرض السكر مرض الضغط، لكن اكتشفوا العلماء انه بالعكس تماما بيفيدوا على المدى البعيد، لكن قصه عدم قابليه تطبيقه من وراء الادويه اللي بيفرضها الطبيب على مريض السكر او الضغط، لانه ممكن يكون جرعه زايده بدواء الضغط او دواء السكري فيهبط للمريض سكره بشكل كثير عالي، لكن مو هي الصيام المتقطع لا يفيد هي الامراض، بالعكس اجى هذا لحل لهي الامراض اكثر من الانسان السوي. فلكن الادويه اللي بيضخلها الانسان على الجسم هي اللي هي مشكله معها، انه اذا صرتي فيها عملتي فيها صيام متقطع، وهون صارت بقى الافكار المغلوطه. فهون بقى بدنا نحكي انه انت بدك اذا بدك تعمل صيام متقطع بدك تظبط جرعه الدواء انت ودكتورك وطبيبك على اساس انه ما سمح الله لا يهبط الضغط بسرعه، لا ينزل السكر بسرعه اذا كانت الدوس عاليه. طب كم ساعه يعني صيام متقطع؟ واذا كثير حسينا بالجوع، احيانا بتحسي ممكن يتسبب لعي، ممكن يتسبب يعني ما بعرف شو قصص بالجسم وبالمعده، اول شيء كم ساعه؟ وعند هاي الحاله اذا شربنا مي رح تزيد هاي الحاله اكثر، شو الحل؟ هلا الشائع بالصيام المتقطع انه نحن 24 ساعه يومنا تبلش اول وجبه على الساعه 2 الظهر، الوجبه الثانيه هي 6 المساء، تماما. فهون بتكوني اخذتي 4 ساعات فيكي تاكلي فيها، تركتي عندي اياها 20 ساعه تعدي فيها بلا اكل، تماما. هذا اكثر نوع من انواع الصيام المتقطع فعال. نظريه فينا نقول 20 ساعه ولا لا؟ شوفي خلال تطبيقها اول يومين قاسي، لكن مدى ما تعودت الساعه البيولوجيه على هذا الشيء بيرفض الجسم بعد ساعات الاكل. يعني هلا انت عندك في غده صنوبريه هي بتساوي الساعه البيولوجيه تبع الجسم، فاول فتره انت عم تعودي على السناكات والنقارش والبزر اول شيء بتلاقيه موت احمر، يعني بتحسي انه في مشكله صايره. بس عيار الصيام المتقطع يومين ثلاثة بتفوتي بمود، وعكس الكيتو، الكيتو بتحتاجي أسبوعين. أنا بلاقي الصيام المتقطع أسهل من الكيتو للناس اللي متعودة على السكر والكربو والهي، ولا منقول كيف وقت مزجون صار أكثر فعاليته. بس غلط جدا أول ما تفوتي بالنظام الصيام المتقطع أو الكيتو تفوتيهم الاثنين سوا مع بعض، فبينتزعي المود جدا. الوقت المثالي تاكلي باربع ساعات وتتركي 20 ساعه. هلا لا اذا قلنا ان الانسان 16 ساعة. الانسان اذا بده يعمل عندك يا اول شيء بلش فيه بالتدريج 16 ب 8،
لكن الفعالية الحقيقية لنظام الصيام المتقطع اللي بلاقي نتيجته وثماره من أول أسبوع هو 24. هلا بيمشي بالتدريج. شرب مي ولا اي سائل؟ لا ما شرب مي. هلا في شوفي هلا في شغله على فكره وجه. هلا ليش برمضان نحن كمان المي ممنوع علينا؟ صحيح. حتى بالمي وقت بتطالعي الصيام الماء عن الماء كمان له كثير فوائد. يعني نحن جربناه برمضان وخلص، لكن خاصه بساعات الفترات هلا الصيف الطويله انا ما بحبس. تمام. ايه صحيح. ايه فمشان يقدر الانسان يقوم باعماله الحيويه. الفكره اللي انا بقولها انه هلا الفوت التدريجيه على هي، لكن الفعاليه القمه الذروه بتبلغ وقت بيكون عندي 20 ساعه صيام 4 ساعات اكل. القصه وقت تفوتي 16/8 بتلاقي حالك على 3 ايام 4 ايام فتي بموت الصيام المتقطع، بتصير بتقربي الفتره. القصه اني الصيام المتقطع كثير مريح لانه في ناس بتقول لك طعميني اللي بدي اياه وانا بلتزم لك بوجبه. على المدى البعيد بتبلش المعدة تصغر، ما عاد يقدر يتحمل اللي بده اياه. فبتلاقي حالك برمجك لحاله من دون ما انت تتبرمجي. فبتلاقي اوريدي روحك للنسق الصحيح بجسم. بعد فترة إذا بدك تفوتي كيتو أوكي، بس أما الاثنين سوا. إيش فعاليته مع الكيتو؟ نحن عم نسمع هلأ صيام متقطع مع النظام الكيتو دايت وعم يقولوا الفعالية جدا قوية، خصوصا عند الأصحاب اللي في عندهم زيادة وزن كثير. تماما. كيف أنت تركتي مثلا سيارة وركبتي طيارة هيك. الفعالية يعني أنك أقلعتي. بس مو اثنين سوا يجوا فورا تدريجيا. يعني هي فائدتها. النقطه الثانيه فورا بيصير الجسم يلقي نفاياته السموم الدوابه بالاوساط الدهنيه السامه هي كلها. حتلاقي حالك اسبوع اسبوعتين نقي البشره، صغره المعده. على فكره مو من النوع اللي بيعمل هرران شعر الكيتو. انا عندي شويه تحفظات بالبدايه لبعض الناس معينا، اما الصيام المتقطع لا. الفعاليه فيه انه ما عاد بقى بتدوري على شيء غير مفيد لجسمك، جسمك اوريدي بيروح ببرمجك انك تطلبي الاشياء الهامه لعناصرك، لانه اذا راح عليها الاربع ساعات ما عاد يعبي لك معدتك بشيء فايت. بتصير ابدا بالاهم ثم المهم. انت ما عاد بقى تروحي على الاشياء اللي هي فيها الكربو ولا هالقصص، لانه بدك تدوري على تغذيه جسمك، لانه عندك هلا 4 ساعات. اذا راحوا عليكي خلاص بدك تروحي لليوم اللي بعده. طيب اي حدا بده يتبع نظام الصيام المتقطع قد ايه بده وقت ليفقد وزنه وعند العوده الى الحياه الطبيعيه؟ من الاسبوع شو لها تاثيرات جانبيه؟ هلا بيقولوا الكيتو كثير بيضر الجسم اذا فجاه تركتي للكيتو. الكيتو بعد فتره معينه سندويشه جبنه ممكن تفتحك عندك 5 كيلو بعده. يعني اذا فوتي شويه خبز شويه سي، وهذا الواقع. يعني نحن بلادنا تعج بلادنا بالمأكولات اللي فيها ضد الكيتو، اما الصيام المتقطع كثير كثير عملي لبلادنا، ما بينتور بعده بالصيام المتقطع الوزن. لكن اذا انسان بده يمزجهم سوا كثير ممتاز. طب عند الوقوف يعني اذا وقفنا الصيام المتقطع بدنا نرجع لحياتنا الطبيعيه، ما في هذا الشيء؟ لا لا مش سهل. الساعه البيولوجيه ما بتسمح لك. ما بتقعدي بتجوعي بالليل، وقت بيجي حدا بيطعميكي بالليل بتقرفي. الساعه البيولوجيه بتمنعك. كيف انت وقت بتفيقي الصبح مو جاي على بالك اي اكله؟ يعني بتحسي حالك هلا يا دوب اشرب فنجان قهوتي. بالضبط هيك بالصيام المتقطع، خلص صار في برمجه لطلب السكر والاكل والامور هي. لذلك عملي اكثر من الكيتو. الكيتو يعني ممكن بعد فتره انك تقرفي السكر، تقرفي الكربو، بس الحياة الطبيعية شوي شوي بتجرك يعني للعودة. شفنا كثير أشخاص هيك. هلا في ناس نظام حياتها عملها ليلي، فيها تطبق هذا الصيام المتقطع رغم إنه فعاليته أقل بالليل. يعني ممكن تكون عندها أكلة بالليل بساعة أو ساعتين معينات، وثاني نهار ملتهية يا بنومة يا بشغلة. يعني عنده ورديات ليلية وهالقصص هي. مو له نوع واحد، يعني مثل ما حكينا بنبلش فيه بالتدريج، فعاليته تبلغ أقصاها وقت بيصير عندي 20 ساعة صيام 4 ساعات تناول طعام. وجبتين بتمنى فيهم يكونوا، هدول مو وجبه واحده بهالاربع ساعات. اكثر من هيك لا يأسي الانسان، لا يأسي، لانه هيك صار فقد متعه الحياه. يعني بيحس حاله انه ما وقتنا معك يعني دائما بيخلص بسرعه. دكتورتنا اخصائيه التغذيه ثواب الغبره، شكرا على وجودك معنا. شكرا كثير. مئة الف سلامه. شكرا لمعلوماتك الحلوه، ويسعد لي صباحك ونهارك. حلو يا رب ان شاء الله. وانتم